وللحديث عن منتدى بوابة الخليج يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد حسين بن رجب المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية. سيد حسين، بداية نرحب بك في مركز الأخبار، وبداية هل تخبرنا أن هذا المنتدى حقق الأهداف، ولو تطلعنا كذلك عن حجم المشاركة وانطباعات المشاركين حول هذا الموضوع؟ شكرا. البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا دور مجلس التنمية الاقتصادية يتركز بشكل أساسي في ترويج البحرين اقتصاديا وتطوير القطاعات الحيوية في البحرين، بالإضافة إلى استحداث قطاعات جديدة تساهم في تطوير الناتج المحلي. يقوم المجلس بجذب استثمارات مهمة في كل القطاعات الأساسية اللي تساهم في خلق وظائف نوعية لإخواننا وأخواتنا، بناتنا وأبنائنا من البحرينيين. أيضا يقوم المجلس بالعمل مع كل الجهات الحكومية من ناحية تطوير البيئة الاستثمارية للبحرين والقوانين والأنظمة وغيرها. في تصوري النسخة الأولى، اليوم انتهينا من أعمال النسخة الأولى لمؤتمر بوابة الخليج في البحرين، واللي تعتبر نقلة نوعية من حيث المواضيع اللي تم مناقشتها، أسلوب الطرح، التنظيم، وأيضا الحضور المميز. طبعا من خلال برنامج عمل المؤتمر تم تناول العديد المواضيع بما فيها أهمية المنطقة، منطقة الخليج كقوة اقتصادية عالمية، عوامل الاستثمار الأساسية، التحديات الأساسية اللي يواجهها المستثمرين سواء مستثمرين كبار أو رواد أعمال، بعض الحلول المقترحة، بالإضافة إلى شيء مميز وهو عرض فرص استثمارية محددة وجاهزة للاستثمار للمستثمرين. حضر المؤتمر ما يقارب من 900 إلى 1000 شخص على مدى اليومين. وفي تصوري وأيضا حسب الآراء الجمهور والحضور اللي حضر والمؤتمر، المؤتمر حقق نجاح كبير جدا. كيف كانت انطباع الحضور والمشاركين كذلك في هذا المؤتمر؟ الانطباع أن المؤتمر ساهم في إبراز دور منطقة الخليج كقوة اقتصادية عالمية، وأيضا عرض فرص استثمارية محددة جاهزة للاستثمار، وأيضا إبراز دور البحرين كمركز إقليمي وبوابة استراتيجية لمنطقة الخليج. نعم. كيف تنظرون إلى توجيهات صاحب السمو الملكية ولي العهد حول فريق البحرين؟ طبعا فكرة فريق البحرين أو تيم بحرين هو تجسيد لرؤية سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، واللي من خلالها يعني هل ستشكل هناك يعني زيادة استقطاب للاستثمارات المباشرة للبحرين، خلق مزيد من الوظائف للمواطنين؟ فكرة تيم بحرين تتبلور في خلق بيئة أعمال مناسبة. من خلال بيئة هذه الأعمال المناسبة يتم العمل بين كل الجهات الحكومية بشكل مشترك وعمل موحد. وهناك أمثلة كثيرة ممكن نتطرق إليها. المؤتمر في حد ذاته يعتبر تجسيد لفكرة ومبدأ عمل فريق البحرين. كثير من الاستثمارات أيضا اللي تم الإعلان عنها مؤخرا، سواء شركة مونديليز اللي تم تدشين مشروعها في البحرين قبل 3 أسابيع، اتخذت من البحرين مقر استراتيجي لها، وتعتبر أحد المقرات 6 الرئيسية في العالم لها في البحرين. كانت نتيجة عمل موحد وجهود مشتركة بين ما لا يقل عن 15 جهة. شركة أمازون ويب سيرفيسز أيضا اختارت البحرين كمقر استراتيجي لها في البحرين. أيضا كان نتيجة عمل جهد موحد من كل الجهات الحكومية اللي ساهمت في إنجاح هذا المشروع. إذن السيد حسين بن رجب المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.